ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم زيزو من قناة زيزو جيمنج يا شباب، والنهاردة هنلعب لعبة يعني الكورونا. انا عايز جملة مفيدة، يعني فاهمين؟ يعني هنلعب لعبة الكورونا، بس انت بتتكلم جد؟ بس يعني مش هنسميه كورونا، يعني هيبقى حاجة تانية كده، مرض خاص بينا احنا. ها، وهننشره في العالم كله. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. واللعبة دي يعني تحدي بتتحدانا ان احنا نقتل العالم كله. اوسخ من كده مفيش. ولو قتلناه العالم كله بالمرض بتاعنا، يبقى احنا كده يا شباب فوزنا 100%. انت بتتكلم جد؟ فتعالوا نبدأ. بس قبل ما نبدأ، منسوش لايك وشير في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك جديد. ويلا بينا نبدأ على طول. اوكي يا شباب، بدأنا اهو. فبيقول لنا بقى يبدأ المرض من حتة بقى يا جماعة، عشان ايه نبدأ نموت الناس. بصوا، هو انا لسه 100% من الناس يعني بصحة وعافية، يعني انا والله يعني نفسي ابدأه من هنا كده. اوكي، يعني انتوا عارفين كلنا متضايقين من ده. قول السؤال تاني. اوكي، بيقول لك زيزونا بدأ في USA. اوكي، لسه الاوضاع تمام وكل حاجة تمام زي ما هي. اوكي، راح البيرو هو دلوقتي. سنة 45 واحد اتصاب بيه يا جماعة، اتصاب المرض بتاعنا. حلو، معرفش هو حلو ولا وحش والله، بس يلا يعني نص نص، حلو ووحش في نفس الوقت. بس لو حصل في الحقيقة طبعا هيبقى حاجة وحشة، عشان انا محترف يعني. يعني لو حد زيي حب يعمل كده فيكوا، ده الناس كلها هتروح فيه. اوكي، بتهيألي انا مينفعش اغير في قوة الفيروس يعني. اوكي، بس انا لازم محدش يلاقي لي علاج ابدا. لو حد لقى لي علاج خلاص انا رحت فيها يا معلم. انتوا برضه لو يعني عندكوا خبرة يعني في اللعبة، يبقى حد يقول لي يعني، محدش يبخل علينا يعني بايه. اوكي، اهو تعالوا بقى نغير في حاجته. ده ان هو ينتشر عن طريق الهواء، ماشي، بس انا مش عاوزه يتطور يعني بقى وايه وكده. انا عاوز بس ايه، ان هو ينتشر عن طريق الهواء. جامد جدا. اوكي شباب، اوكي ان بيقول لي ان المرض بتاعي عمال ايه يكسر الدنيا. ده انجاز كبير جدا يا شباب، انجاز كبير، انجاز عظيم. تمام، فما لسه موقفوش ولا مطار ولا مينا ولا اي حاجه من الكلام ده، لسه كل حاجه شغاله زي ما هي. اوكي، بس المرض انا شايف ان هو مش بينتشر قوي يعني. المرض راح بوليفيا، ويعني ها هو راح فين؟ ها، في هنا في برازيل مرض. اوكي، ها المرض بتاعي بيوصل ان هو يموت المئات. اوكي حلو، او ان هو يسيب المئات يعني بالاصح يعني. اوكي، في كم واحد متصاب يا حبيبي؟ انت حد يقول لي ولا حاجة يعني. اوكي، تعالوا نطور المرض عشان ينتشر اسرع. تعالوا بقى نشوف، في 200 يعني 280 واحد اتصاب بالمرض بتاعنا. حلو، بس عاوزينه يعمل بسرعة بقى. المفروض يبقى ياريت يعني، ياريت تسرع حضرتك عشان ايه، عاوزين نخلص. اوكي، بيقولوا ان هما بدأوا يدوروا على برنامج عشان او يعني حل للمشكلة بتاعت الفيروس بتاعي، بس انا مش عاوزهم يدوروا على مشكلة لحل الفيروس. اوكي، انا يعني انا فرحان اوي عشان المرض. اوكي، المرض عمال ينتشر، زيزونا راح لفرنسا. حلو حبيبي، من فرنسا لأمريكا بقى، والدنيا حلوة والناس عمالة تموت، ده اللي عجبني. يلا يا معلم. معلش بقى لو انتوا مثلا عايشين في فرنسا ولا في أمريكا ولا في أي دولة من دول، يعني نيتي مش وحشة يعني. يا رب يعني تكونوا كلكم بصحة وعافية. في يعني لسه آثار المرض مش باينة. في كم واحد اتصاب؟ 5000 واحد ولا بس؟ 7 مليار يا شيخ. اوكي، بيسيب برضو الناس. اوكي يلا، سيب الناس، انا خلاص. يلا يا عم. اوكي شباب، 20000 واحد اتصاب بالمرض بتاعنا. يا دين النبي، ايه الحلاوه دي؟ حلو، بس لسه ما حدش بيموت. ده انا عاوز كله يتصاب، بعد كده ايه خلينا المرض ينتقل عن طريق المية ونطور الهواء. عاوز ينتقل عن طريق الهواء. لا، ديفولف، انا عاوز ديفولف.
مش ديفولت. معلش معلش اوكي، انا عاوزه ينتقل عن طريق، خليته ينتقل هو عن طريق الهوا. حلو حلو. في اليوم بيتصاب حوالي 112 واحد. جميل جميل، بس لسه عاوزين نطوره كمان عشان ايه المرض ينتشر اسرع من، بس يعني لسه لسه. يلا يلا يا جماعة، عاوزين الناس تموت بسرعة، احنا مش عاوزين نستنى. يلا انا عاوز افوز. يلا يا جماعة بصوا، البتاعة دي عاوزة صبر يعني خرافي. بس هي يعني فكرة اللعبة محاكاة للكورونا، يعني ازاي بقى الكورونا بقى وانتشر وبتاع. الحلقة الجاية ان شاء الله لو هنعمل يعني هنبدأ فيروس في الصين وكده. بيقول العلماء بيحاولوا يدوروا على حل للفيروس بتاعنا. حبيبي مش هتلاقوا حل، احنا ملناش حل، احنا ملناش حل. متحاولوش تلعبوا نفسكوا وتدوروا وكلام من ده، مش هتلاقوا، مستحيل مستحيل تلاقوا حل لينا. يعني احنا ناس ايه ده في مصر، ده راح مصر، بيقول انه عمال يروح دول كتير. لا ده جه عندنا يا جماعة. الدنيا عمالة تلف وتدور. 700,000 واحد تقريبا اتصاب بالمرض. حلو حلو والله، جميل، حلو حلو. ندوس على الحاجات دي عشان المرض يزيد. يلا يلا يا جماعة، مين يشتري مين؟ يلا يلا، بس في مصر يا حصان. اوكي اوكي، تعالوا بقى نطور المرض بتاعنا عشان ايه ده، بس نشوف هو اتطور. لا ما اتطورش، احنا يعني نطور بقى من هنا عن طريق المية كمان مرة. ايفولف. اوكي، عاوزين بقى نجمع 20 نقطة عشان نخليه ينتقل عن طريق المية والهواء، الاتنين يختلطوا ببعض يبقى حاجة بص بوم كده، يعني حاجة خطيرة. اوكي اوكي يلا 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 يا جماعة، عاوزين نموت الناس دي. اوكي المرض بدأ ينتشر بسرعة كبيرة. اوكي يعني والله حاجة خطيرة خطيرة. كم واحد اتصاب؟ 3 مليون. حلو حلو، 3 مليون واحد اتصاب. يلا يلا يا جماعة، مين يشتري مين يزود؟ 3 مليار واحد. يلا يلا، اوف، بص كل الخطوط دي وكل الأمراض دي اللي عمالة تنقل. واو، يو بتروح السعودية وبتروح كتير. معلش معلش يا قرايبنا، يعني ناسنا اللي في السعودية وأهلنا، يعني معلش العرب كلهم، يعني الجانب دول الأمريكان هم اللي نقلوا لنا المرض، والله هم السبب في كل حاجة. معرفش ايه اللي خلاهم بس يتدخلوا في شؤوننا يعني. اوكي المرض عمال ينتشر في كل حتة، معرفش ازاي عمال يروح هنا وهناك يعني. بس بصوا أمريكا، بصوا بقت خلاص أمريكا ماسكة رأس الوباء، الوباء كله من جاي من هناك، أمريكا هي السبب. ها، ما فيش حد اسمه زيزو ولا بتاع، أمريكا هي السبب. فيش حد اسمه زيزو هو اللي نشر المرض، ده أمريكا هي السبب. بيقول المرض بينتشر بسرعة كبيرة أوي يا شباب، ده بصوا المرض خلاص مش هيلاقوا ليه حل تاني بعد كده. دلوقتي هنروح نطور المرض، نخليه عن طريق الهواء والمية. اوكي شباب، طورته وخليته ينتشر عن طريق المية والهواء، فبقى عمال ينتشر بسرعة كبيرة جدا. اوكي اوكي، ده ما يلوش لي حل، ما يلوش. اوكي يا شباب، عاملين نعمل تطور كبير جدا جدا. اوكي تعالوا نشوف حاجة تانية نطورها. اوكي ممكن عن طريق الحقن، لو حد عاوز يتعالج مش هيعرف يا حبيبي. ايوه كده يا معلم، هو ده الجمدان. ايوه ايوه، يو ده انتشر في مصر جامد والسعودية. معلش معلش، اوكي انا هحاول اخلي يلاقوا مرض في مصر والسعودية كمان، يلاقوش مرض ده في بقية العالم كله. البرازيل وامريكا باين عليهم. طب وايه الدولة دي؟ ايه الدولة دي؟ افغانستان. اوكي اوكي، في دول كده باين عليها المرض ده، بس سبحان الله الصين يعني ما تأثرتش خالص.
بس بصوا كندا يعني تعيا هي شوية شوية. اوكي حلو حلو، العالم عمال يموت. معلش يا شباب، يعني هو حلو ولا وحش؟ هو ما اعرفش يعني والله، يعني حاجة زي كده حلو ولا وحش؟ اصل ده مرض يعني. اوكي عادي، حلو حلو. اوف يا روسيا، يو روسيا، بص شوف روسيا عاملة ازاي. يا تعال نطور، تعال نطور، تعالوا عن طريق الحمام، عن طريق العصافير. ما ينفعش احرك الحاجات دي. اوكي خلاص، حكاية تقريبا طورنا كل حاجة، مفيش حاجة تانية نطورها. تعالوا بقى نموت الناس. لا مش عاوز انا الناس يموتوا دلوقتي، عاوز العالم كله يتصاب بعد كده. ايه بقى؟ يموتوا، يتصابوا بعد كده يموتوا، ولما نموتهم بقى يعني خلاص احنا بقينا اساطير. اوكي شوفوا روسيا، روسيا خلاص، روسيا خلاص بتعاني، الناس بتموت، الناس بتموت، بتموت الناس. سامعين الصوت بتاع البتاع ده؟ اوكي يا شوفوا، شوفوا آسيا، قارة آسيا كلها والعالم العربي كله خلاص. عربيات الإسعاف وعربيات كل حاجة عمالة تمشي في كل حتة يعني. يا هوي، بس بصوا في بعض الدول في أفريقيا يعني هي لسه كده، لسه ماسكة حيلها شوية. وكندا انهارت خلاص، بيقول لي خلاص الأخبار بتقول إن العالم كله خلاص بيتصاب وكله هيموت. في كم واحد اتصاب؟ يوه 6 مليار واحد اتصاب بالمرض، يوه. وبس شوية قليلين، 5% 6% هما بس الأصحاء يعني، هما بس الكويسين، وما فيش حد مات لسه لحد دلوقتي. كويس محدش مات لسه، بس ايه، وعلى فكرة كل ده هم مش باين عليهم أمراض التعب وأمراض الكده يعني، هم لسه كويسين وبيعرفوا يروحوا وييجوا ويسافروا كمان. ده لسه ما فيش أي مطار أو ميناء اتقفل لحد دلوقتي. كويس كل حاجة ماشية زي ما أنا عاوزها، كل حاجة ماشية زي الفل. أوكي بدأ يقتل المرض بتاعي، بدأ يقتل، بس أنا مش بيقولي إن هو قتلش ولا واحد. اوكي انا مش عاوز يقتل حد، انا مش عاوز يقتل حد دلوقتي، انا عاوز يتمكن من العالم كله. لما يتمكن من العالم كله انا ساعتها ايه، ديفول، اعمل له ديفول بس، عشان ايه مش عاوز انا دلوقتي ايه كده. اول ما نخلص هقول له ايه، ابدأ إيه اقتل يا معلم، انا عاوز بس كل العالم يتصاب. ايه الدولة دي اللي لسه محافظة على نفسها؟ ما اعرفش مش باين اسمها هنا ليه. لا دي ايوه، لا مش باين اسمها ليه، يا خساره. جرينلاند يعني خلاص هي بتروح فيها. يلا يلا خلاص خلاص، المرض بينتشر وبس، ما اعرفش عمال يتطور كل شويه بسرعه، عمال يتطور بسرعه. اوكي انا مش عاوز يتطور يعني، كل ما يتطور اكتر كل ما الناس بدات تموت اسرع، ولما يموتوا الناس هيكتشفوا المرض، فانا مش عاوزهم يكتشفوا المرض عشان ايه كله يروح فيها. بس ملاحظين من احنا بدأنا في سنة 2021 ودلوقتي احنا في 2022، ويعني اهو يعني المرض انتشر في سنة واحدة، ده احنا عملنا انجاز اسطوري. اوكي شوية وخلاص، تقريبا كده ناقص 2 مليون، خلاص خلاص هاني تاني، ناقص 2 مليون والعالم كله يروح فيها. يلا خلاص خلاص، لسه مفيش ولا مطار ولا مين اتقفل لحد دلوقتي يعني، بس حركة الطيران والكلام ده قلت شوية تقريبا، انا ملاحظ كده. طب تعالوا نشوف كده، خلاص خلاص الله ينور. تعالوا بقى دلوقتي نبدأ في عملية القتل، نبدأ بقى نقتل في الناس. يلا يا معلم اقتل يا حبيبي، معلش يعني ان انا بقتلكم وقت الناس اللي انتوا تعرفوهم وكده يعني، بس والله نعمل ايه يعني،
احنا عاوزين نكسب في اللعبة. لا لا مش ديفولف، مش ديفولف، ايفولف. اوكي البتاع اللي معايا قرب يخلص. اوكي كده خلاص، يلا بقى يا معلم روح وموت كل الناس. جرينلاند مالها؟ خلاص فرنسا شوت داون ايربورت. اوكي فرنسا قفلت مطاراتها، فرنسا قفلت مطاراتها. اول موتة في ايسلندا، حلو حلو ان اول موتة في ايسلندا. يلا يلا قربنا قربنا، الناس بدأت تموت، بدأت تموت الناس. بس في بعض الدول عمالة تقفل المطارات بتاعتها. يا جماعة محدش يقفل المطارات بتاعته، نصيحة مني ليكم. اوكي بليز دون واتش ليست. اوكي اوكي حطوني في لائحة اللي احذروا منه. عمالين يكتشفوا بتاع. لا لا ما تكتشفوش مرض يا حبيبي. مور بلاك دي، لا لا يعني هو انا كده بموت ولا بشفي الناس ولا ايه بالظبط، والله ما اعرف. اوكي في كام واحد؟ اوكي ماتوا 270، ماتوا كمية محترمة يعني. 14% من السكان ماتوا، من سكان الكوكب. حلو حلو قربنا نفوز يا شباب، قربنا نفوز، جميل قوي. اوكي روسيا بدأت تعمل مظاهرات على البتاع، وده بيأخر ان هم يطلعوا علاج. مصر قفلت مطاراتها وقفلت كل حاجتها، بس 22% من الناس بيموتوا. الحمد لله الحمد لله الناس بتموت، ما فيش حد على قيد. مليار وداخلين على 2 مليار واحد بيموت، والله حاجة عظيمة. اوكي ما اتكسر. اوكي ذا كيور فور زيزو كورونا 25% كومبليت، يعني هما بيحضروا المصل. اوكي لا 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 انا لازم ادوسش على البتاعة دي تاني. لا لا ما تدوسش عليها، مش هدوس عليها عشان دي بيلاقوا الدواء بتاع بتاع الزيزونا. الزيزونا ده الزيزونا عامل حاجة، ما كنت بقول كورونا ولا كنت بقول ايه؟ المفروض اقول زيزونا يا حبيبي. الزيزونا انتشر، زيزونا اوف اوف ايه اللي بيحصل ده؟ في ناس عمالة تموت بالهبل. تعالوا نطور نطور البتاع ده، نخليه يبقى في الأماكن الباردة والحاجات دي، عشان ايه؟ عاوزينه ينتشر بكل سرعة. والأدوية يا حبيبي حتى لو جيت تاخد دواء مش هتعرف، المرض بتاعنا بينتشر في جرينلاندا. في مظاهرات عشان على زيزونا، وده بيأخر عملية ان هما يطلعوا دواء، فاحنا مش هنخليهم يطلعوا لنا ده، مش هنخليهم يطلعوا دواء طبعا. احنا مش عاوزينهم يطلعوا دواء، يعني عاوزينهم يموتوا ويذهبوا للجحيم، يعني يموت انت وهو. يلا مش عاوزين احنا حد هنا يعني. اوكي ناقص 900 مليون. اوكي خلاص هانت هانت يا شباب، الناس بتموت يعني دقيقتين كده ولا حاجة وكله يموت. اوكي تعالوا نطور المرض شوية، في ايه ممكن نطوره؟ تعالى هنا نخلي مفيش مصل خالص، اللي حاول يعمل ما يقدرش. تعالوا بس وتعالوا نطور الحاجات اللي هنا دي، ان هو يغير في الحمض النووي والبتاع الكلام الفاضي ده. اوكي خلاص يعني الناس بتموت، 35% ماتوا. الناس بتموت خلاص يعني تاني، 65% ماتوا ولا ايه؟ تعالوا نشوف. خلاص تعالوا بس نستنى كده، هعدلكوا لحد 3 1 2.5 3 ايه لسه؟ اوكي خلاص خلاص يعني ها يعني بصوا خلاص شايفين العالم عامل ازاي. اوكي لا في روسيا بدأ يقل، لا ده بيموت يا حبيبي مش بيقل. بصوا بصوا الناس بتموت خلاص خلاص، اللي في روسيا يعني باين المرض بيقل عشان الناس بتموت، يعني الناس بتموت. فخلاص نايس 64 مليون بس.
اوكي بدأوا يلاقوا علاج. لا خلاص خلاص يا حبيبي، ما مش هتلاقوا علاج خلاص. الأمراض والأوبئة والكلام كله ده بدأ ينتهي خلاص، مش هتلاقوا علاج. يعني انتوا كام واحد أساسا؟ ده انتوا 20 مليون، بس هتعملوا ايه يعني؟ ده انتوا لو كده دوست عليكم بصباع صغير خلاص. اوكي خلاص مش هيلاقوا علاج يعني، ما تحاولوش. هيقعدوا يحاولوا على الفاضي، ويعني هيبقى وحتفهم في الآخر. زيزونا خلاص عمل مفعوله، لسه لسه ناقص 11 مليون يا شباب. يعني طب تعالوا نطور، تعالوا نطور كده نستفيد بالنقط اللي عندنا دي. اوكي تعال بتاع اللي بره ده مستخبي السوسة. اوكي تعالوا، طب هنا بس حاجات غالية، حاجات غالية شوية بيكلفنا نقط. تعالوا تعالوا ننشر المرض أكتر، انشره انشر المرض دي يا حبيبي. اوكي هنا ناقص 5 مليون. يلا يلا خلاص، هانت هانت يا اساطير. خلاص يعني ها 3 مليون ناقص ونكسب يا شباب اللعبة. فخلاص 36% ناقص ولا ايه ده؟ انا عارف كاتبين ارقام اللعبة شكلها عاوزة تحديثات. لو يكتبوا لو يعملوا تحديثات للعبة يعني تبقى حاجة كويسة، ويفهمونا اللي بيحصل يعني، عشان اللعبة بايظة شوية. ناقص مليون خلاص يا حاج، انت بتدور على دواء؟ ده انت خلاص هتروح فيها. ده ناقص مليون واحد. زيزونا أباد العالم ودمر البشر كلهم. فوزنا يا شباب، فوزنا خلاص. بص ناقص كام واحد، خلاص هنفوز. يلا يلا موت اسحب الجحيم. بص ناقص 200 ألف، 200 ألف. خلاص 99 ألف يا شباب. ليتس جو ليتس جو. أيوة كده زيزونا بيعمل المفعول الصح. زيزونا هو المرض يعني، ده زيزونا أحسن من الكورونا يا شيخ. ده الكورونا معرفش يعمل اللي احنا بنعمله ده، زيزونا هو احسن حاجة يا معلم. يعني انتوا لو عاوزين تنشروا مرض انشروا زيزونا، قتل الناس خلاص، موت العالم. بصوا خلاص بقى في 8000 بس، هيعملوا لنا ايه 8000؟ اذهبوا الى الجحيم يا بشر. ده انتوا خلاص روح بس روح. اوكي 1000 1000 واحدة. يلا نعد لحد 10. 1 2 3 4 5 وليتس جو. عدنا لحد 5 وخلصنا. اوكي خلصنا كل حاجة وفزنا يا شباب في 616 يوم. موتنا ال المرض يعني، او قتلنا الناس يعني. اوكي وهم عملوا من المصل 36%. اوكي يعني ده كان بيقول لنا هم خلصوا قد ايه من المصل. اوكي حلو، بس احنا خلصنا يا شباب، وحاجة أسطورية أسطورية بكل معنى الكلمة. وكده شعور من كل سنة هيت مقطع اليوم، فمتنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد. ويلا سلام.